السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناة عالم أم أسامة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد وصفة إيطالية اللي كتجي زوينة بزاف وكتعجب الكبار والصغار. وهذه الوصفة عبارة عن الكانيلوني الإيطالي، فخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، عندي هنا جوج بصلات مفرومين على هذا الشكل، وعندي 250 غرام ديال الكفتة أو اللحم المفروم، وعندي كمية من الكانيلوني، وعندي التوابل، عندي الملح على حسب الذوق، عندي إبزار والخرقوم والتحميرة وجوج دروس ديال الثومة وصلصة ديال الطماطم مع قزبر ومعدنوس. دابا ان شاء الله غنبداو في طريقة التحضير ديال لاصوص باش غنعمرو داك الكانيلوني. غنديرو شوية ديال الزيت في المقلة، نديرو ديك البصلة مخلوطة، مع الثومة، صافي غنخلي هاد البصلة حتى تطيب ولا تذوب مزيان. دابا غنزيد هاد التوابل فوق البصلة، كيما تشوفو راه البصلة خليتها تطبخ مزيان، صافي. ونزيدو الكفتة ديالنا، دابا غنزيدو هاد لاصوص طوماط مع قزبر المعدنوس. انا لاصوص طوماط راه تنصيبها وتنحطها في الفريزو حتى نبغيها وتنهزها. صافي، دابا غنغطيو المقلة ديالنا حتى تشرب داك الماء. دابا غنصيبو البيشاميل، عندي هنا نص سترو ديال الحليب، وغندير معاه واحد جوج معالق ديال النشا، جوج معالق كبار، غنخلطهم وندير معاهم معلقة ديال الزبدة. صافي، وقبصة ديال الملح، غنبطهم فوق البوطة، غنستمرو في التحريك ديال هاد البيشاميل حتى يتجمع لينا. صافي، دابا فاش طيبنا لاصوص البيشاميل ديالنا، هاهو راه ما خليتوش باش يخطر، خليتو جاري. غندير كمية في المول. دابا ان شاء الله غنبداو نعمرو هاد الكانيلوني، نسدوه من التحت باش ديك العمارة ما تخواش لينا. غنحاولو نعمروه مزيان، صافي. غنستمرو بنفس الطريقة تنكملو هاد الكمية اللي عندي ديال الكانيلوني. صافي، كما تشوفو راه استفدت داك الكانيلوني، دابا غنخوي عليه داك لاصوص بيشاميل. صافي، دابا غندخلو الفران، وهاد ثلاثة ديال الكانيلونيات اللي بقاو ليا درتهم في الفوق، ولكن غير غيبدا يطيب غندير ليهم البلاصه بالفرشيط باش يدخلوا من بين الاخرين. الكانيلوني ديالنا ها هو، كما تشوفوا راه درت له طبقه وفيره ديال الفرماج الاحمر من الفوق،
غنقطعو كيما تشوفوا معايا. الشكل النهائي ديال الكانيلوني ديالنا كيما تشوفوا راه قدمته بحال هذا الشكل. كنصحكم تجربوه، راه تيجي زوين بزاف ولذيذ، وان شاء الله راه غيعجبكم. وما تنسوش تشجعوني باللايكات والتعليقات والاشتراك، وإلى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.